لجرب البشر أصبح آفة عابرة للحدود، وليس هناك بد سوى تعزيز التعاون الدولي لصد هذه الجريمة بكل المقاييس. بالنسبة للإمارات دولة مشهود لها على الصعيد الدولي نشاطها في مكافحة هذا النوع من الجرائم، وإن كانت دولة الإمارات ليست دولة حاضنة وإنما موقعها الجغرافي يجعلها دولة عبور لكثير من الضحايا. دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في دعم الجهود الدولية من خلال إبرام الاتفاقيات الدولية الثنائية وكذلك الدخول والتوقيع المعاهدات الجماعية، كما أن دائرة القضاء بأبوظبي لا شك حريصة على تكملة الجهود الوطنية التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة. هناك سلسلة من الفعاليات الداعمة كعقد شراكات مع منظمات ذات العلاقة وأيضا عقد الزيارات الميدانية والاطلاع على أفضل التجارب العالمية. تواجدنا اليوم للعالم الثاني على التوالي في المؤتمر الدولي العام لمكافحة الإتجار بالبشر دليل على حرص دائرة القضاء تناول وجهات النظر حول المجهود الدولي وكذلك للاستماع للخبراء في هذا المجال. ودائرة القضاء حريصة كل الحرص على دعم الجهود الدولية لإنجاح مثل هذه المؤتمرات واللقاءات المتخصصة. أتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين والقائمين بالعمل في الأمانة العامة للإنتربول على تنظيم هذا المؤتمر العالمي، وتمنياتي بالتوفيق الدائم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الإنتربول.